لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الله المصطفى، ثم أما بعد، فانتهينا من تفسير سورة لقمان، وصية لقمان الحكيم لابنه، إلى قوله تعالى في حكاية هذه الوصية: قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الوصية الجامعة من لقمان الحكيم لابنه، كما ذكرنا أن وصية لقمان هي منتزعة من وصايا الله عز وجل في الكتب السابقة، وذكرنا أن بعض أهل العلم قد يذهب إلى أن لقمان نبي، ولكن هو على الأقل ممن أتاه الله الحكمة، وإنما يعني أتته هذه الحكمة وأتاه الله إياها بما تعلم من وحي الأنبياء. وهذه الوصية من لقمان بما فيها من حكم شاهدة للقاعدة العامة من أن الشرائع الأنبياء اتحدت في أصولها، من قوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فكما نرى الوصية كان أول ما صدرت به هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، هي جوهر دين الله تبارك وتعالى. وكل نبي أتى قومه بالدعوة إليها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يقروا لنبيهم بالرسالة، إلى أن جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، تدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم كان الحق الثاني حق الوالدين، وحتى جاء بنفس صيغة الوصية، الوصية من الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه. فحتى أن بعض المفسرين كما ذكرنا قال: هذه ليست من وصية لقمان، هذه إنما أنزلها الله عز وجل في هذا السياق ليوضح حق الوالدين في ترتيب الطبيعي. أو قد يقال هذا والأقرب: هي وصية من الله كانت في الكتب السابقة ذكرها لقمان وهو يعظ ابنه بنفس نصها الذي كان موجود في الكتب السابقة. فيبقى إذن التوحيد الله تبارك وتعالى آكد حقوق البشر، وهي حق الوالدين. ثم يأتي إلى الوصية الجامعة في ما ينبغي على الإنسان في خاصة نفسه وفي غيره، من أنه ينبغي أن يكون حاله قائما على إصلاح نفسه وعلى العمل على إصلاح غيره وعلى الصبر على هذا. يعني يمكن أن تقارن بين هذه الآية المذكورة في هذه الوصية من وصية لقمان الحكيم لابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قارن بينها وبين سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، تقدم الإيمان في وصية لقمان هنا، وعملوا الصالحات. تجد المقابل لها هنا: أقم الصلاة. دائما في خطاب الشارع وفي اللغة بصفة عامة أحيانا يذكر شيء كجزء ويراد به الكل، أو التنبيه: أقم الصلاة أعظم عبادات البدن. فأمن وعملوا الصالحات في سورة العصر عملوا الصالحات اللفظ العام، هنا كان أخص عبادة، بس أخص عبادة بإقامتها وإتقانها، والصلاة التي هي بهذا الشأن تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن يدخل معها بدلالات كثيرة بقية العمل الصالح، إما يدخل باعتبار أنها الجزء الأهم فيدخل مع بقية الأجزاء، أو باعتبار أنها وسيلة لكل العمل الصالح. إذن في سورة العصر الوصية بالإيمان هنا كان: يا بني لا تشرك بالله وعملوا الصالحات، هنا كان: أقم الصلاة. في سورة العصر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهنا: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتواصوا بالصبر، هنا: واصبر على ما أصابك. يبقى هذه الوصية الجامعة عموما اللي في كل الكتب، هنا صاغها لقمان الحكيم لابنه
نزلت علينا كوصية في سورة العصر، قال عنها عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال إنها سورة وجيزة بليغة. قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عبادي إلا هذه السورة لكفته. إذن الوصية هنا من لقمان الحكيم لابنه بإقام الصلاة: يا بني أقم الصلاة، أي أدها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. كما ذكرنا هذا كفيل بأنه يدخل معها كل العمل الصالح، لأن الصلاة التي هذا شأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأمر بالمعروف أي بطاعة الله تعالى فيما أوجب على عباده. يبقى المعروف هو ما عرفه الشرع. المعيار في معرفة المعروف ومعرفة المنكر هو المعيار الشرعي، ويدخل العرف في الموضوع يدخل، ولكن العرف الغير معارض للشرع. يعني لو جاء عرف الناس فقلبوا المعروف منكرا هذا عرف مردود، ولو جاء وتعارف الناس على كثير من المعاصي كما نرى الآن هذا فقلبوا المنكر معروفا هذا مردود. لكن بعض الجزئيات إجمالا الشرع يأتيك بحسن الأدب ويكون من أعراف الناس تفاصيل معينة في خطاب الكبير، تفاصيل معينة في أداب الطعام. صلي على محمد، صلي على محمد. في كتب الأداب يذكروا أشياء ليست في الكتاب ولا في السنة، لكن هي تفاصيل للمعنى العام. المعنى العام جاء بمراعاة الأدب مع الكبير ومراعاة كذا، فيذكروا بعض ما تعارف الناس عليه من تتميم لهذه الأداب. إذن العرف يعتبر هنا فيما هو غير معارض للشرع، لكن الأصل لأصول المعروف والمنكر هو العرف. المعروف هو ما عرفه الشرع، والمنكر هو ما أنكره الشرع. ولا يمكن أن يجعل العرف في أي واقع مصادم للشرع أو ضده، وأن يعترف برا العرف في بعض التفاصيل في الأخلاق في الأداب. يعتبر العرف في مثلا الشرع يشترط الرضا في العقود، ثم نجد أهل كل زمان لهم دلائل معينة يعرفون بها الرضا من عدمه أو صيغ معينة، كل هذا للعرف فيه مدخل. لكن الأمر المعروف عن المنكر هو الأمر بالطاعات والنهي عن المنكر. فهذا تتمت هذه الوصية الجامعة. ثم لابد الإنسان ابتداء العمل بالطاعة سيجد فيها عوائق الشيطان يعيق نفسه تكسل. الشيطان يؤذ البعض انه يجعل عوائق، بعض الناس يجعل عوائق للطاعات. الامر المعروف عن المنكر كثير من الناس لا تريد من يذكرها بالخير، فسيؤذى من يفعل هذا سيؤذى. طبعا الانسان البعض بيكون بيؤذى بتقصير منه بانه فظ، بانه غليظ، بأنه لا يحسن أداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يتوب إلى الله من تقصيره، ويكون يعني يقال أنه هو الذي استجلب على نفسه الأذى. لكن حتى الذي يبالغ في الأخذ بأسباب النصيحة على وجهها وبرفق ولين، وأبلغ الناس في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا يعني أعلى من يوصف بالرحمة والرفق واللين في النصيحة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفع به من شاء الله لهم أن ينتفعوا. ولكن سيبقى أن هناك من لا يريد الخير، وبالتالي سيجعل هذا الذي يدعو إلى الخير خصما له، فيقول يشتم يسب. قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، قالوا أنه كاهن، قالوا أنه مجنون، قالوا وقالوا وقالوا. ويعني لابد من شيء من هذا، ولذلك فلابد معه من هذه الوصية: واصبر على ما أصابك، أي ما أصابك من أذى ممن تأمرهم وتنهاهم. إن ذلك الوصية كلها يعني كل ما مضى إن ذلك من عزم الأمور، أي إما إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذات الله تبارك وتعالى من الأمور الواجبة، من العزائم، هي عزائم وليست برخص، ينبغي على
كل أحد أن يعقد عزمه عليها وأن يسعى فيها. يعني ما زالت يعني هناك بقايا من هذه الوصية الجامعة نتناولها في المرة القادمة. شكرا لك على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.